بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رح نبتدي إن شاء الله بإذن الله من الحلقة دي السيريز بتاعت الفورمز. طبعا كلنا نعرف الفورمز واحتكينا بها سبق بشكل مفصل شوية في ال HTML، لكن يمكن من تعاملنا مع الويب سايتس بنلاقي إن الفورمز بيبقى لها شكل جميل كده، فاحنا علشان كده هنستهدف الحديث عن الفورمز جوه الفريم ورك بتاع فاونديشن. ويمكن الناس لما تيجي نعمل بريفيو هتشوف الفرق ما بين المظهر الجمالي للستايلات الاوريدي موجوده في الفورمز اللي في قلب الفاونديشن والستايلات الديفولتس اللي كنا بندرجها بشكل تلقائي في ال HTML، وطبعا كميه الكودز اللي احنا كنا بنكتبها علشان نمنتج على الستايلز ديت في ال CSS. الكلام بيجي سهل جدا مع فاونديشن، كل انت محتاج انت تدرج كلمة السر وهو هيدرج لك او هو هيطبق لك الفلاتر الخاصة به الكيورد ذات شمع. طيب انا اتكلم علشان ما نطولش في وقت الحلقات، هنتكلم في السيشن ده عن التكست انبوتس. تمام رايت اوكي. انا معايا يا جماعة رو جوه منه، هروح حاطط دلوقتي على سبيل اني نجرب الموضوع، هنبتدي بخانة واحدة بس تسترتشد على 12 عمود يا شباب. تمام ماشي عادي، فهقول له ديف افتحه واقفله وانا عايزه استرتشد على 12 عمود. فمثلا هقول له الكلاس بتاعه فيه 12، او نقول ماشي خلينا نقول خليهم سمول داش 12 كولومز. تمام يبقى دايت يا جماعه هيبقى ستريتش على 12 عمود. جوه منه هبتدي احط وسم الليبل، يمكن الناس تكون فاكره من كورس ال HTML اللي فات الليبل ده كان خاص بالليبل النص اللي راح يتكتب فوق الانبوت او فوق العنصر اللي انا محتاجه، يعني فاهمني؟ يعني خليني اقول مثلا انتر فيها your first مثلا name، وبعد ما اكتب النص ده اروح دايركتلي ادرج واسم الانبوت. الطيب بتاعنا احنا بنقول ان النوع اللي راح نتكلم عليه دلوقتي بيكون عبارة عن تكست، اللي هو التكست بوكس اللي بيسمح بان انت تكتب جوا منه نص معين. كان عندي خاصية جميلة خالص الناس ممكن تكون كانت فاكرها اسمها بليس هولدر. البليس هولدر ده عبارة عن قيم الديفولتس الافتراضية اللي بتكون موجودة اللي بمثابة الهنت، يعني زي نص تلميحي بتقول لليوزر اللي بيكمل الفورم بتاعك ده اعمل زي ما هو كان موجود. مثلا ممكن تقول له فيه مثلا حاجة زي الي اور مثلا اسم معين مثلا يوسف اسمي زي كده. تمام لا انا عملت كنترول اس ورحت على البراوزر تبعي وعملت ريفرش ريلود، هلاقي ادي النتيجه اللي انا عملتها. ده الليبل انتر يور مش عارف مين، طبعا بمجرد ما ان انت تضغط عليه اوتوماتيك بيعمل لك القصه دي. لو الناس كانت فاكره في كورس ال HTML يا جماعه كنا علشان نبتدي نضغط على الليبل ويودينا للخانه ديت كنا بنعمل مشاوير، يعني كانت محتاجه سنه كود وكانت محتاجه سنه تركيز برضه، بس الكلام في الفاونديشن سهل جدا. اما ان انت تضغط بايدك وحضرتك شايف الكلاس بيحصل فيه، شايف الجانب الجمالي يعني الفوكس البوردر بيبتدي يتغير قيمه وبيبقى بارز شويه، لما بتبعد عنه بتلاقيه باهت والكلام زي كده. بمجرد ما انت تكتب النص ده بيتشال. الكلام ده كله في قلب السي اس اس يا جماعه، احنا ما عملناش اي حاجه، بس كل اللي احنا عملناه ان احنا ادرجنا انبوت تايب للتكست بس مش اكتر. الناس اكيد كده لمست الفرق ما بين انبوت تايب تكست بالافتراضي اللي كان بيبقى شكلها ازاي وبين الافتراضي في فاونديشن. انا لما قلت ان كلمه السر يا جماعه او الكيورد اللي اسمها تكست هناك لما بتتحط مع الانبوت هي واخده قيم افتراضيه واخده فلاتر كتير في الفاونديشن يا جماعه اللي بتخليها تظهر بالشكل ده. طيب لو انا عايز اخلي القصه مثلا اصعب شويه خليني اقول هقسمها على نصين، والناس اكيد فهمتني كده، يعني انا هخلي النص الاولاني عباره عن 6 والنص الثاني عباره عن 6 طالما على الجريد بتاعي، وده هخليه مثلا لاست. تمام بس
كده معايا المقسوم على نصين 6 و6، ادي النص الاولاني تكتب فيه اللي انت عايزه، وادي النص الثاني تكتب فيه اللي انت عايزه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.